طيب انا اسالك بالانجليزي انت تقول لي معناها بالمالتي. ايوه يعني جود مورنينج بالمالتي. صباح الخير. صباح الخير. جود ايفنينج. ليله طيب. ليله طيبه. ايوه. هاو ار يو؟ كيف انت؟ اي فورجيت. انسيت. ماني ماني. فلوس 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 فلوس. اثنين. اثنين 15. اثنين 15. واحد 8. واحد 8. 8. ايه. مايا سبحان الله جميلة جدا. تعتبر أول مدينة محصنة في العالم واللي عملها مين؟ العرب والمسلمين. لغة مالطية عربية. عربية سريور سوري تونس شف. ليبيا أجدتو كله أندرية كلش كلش كلش. المسجد ده يا جماعة مسجد اللي بناه القذافي وعمل جنبها مدرسة. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي. في إقبال كبير على الإسلام وخاصة الآن في الفترة الأخيرة بعد أحداث غزة. والله العظيم بفضل الله المنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. شكرا جدا جدا على تفاعلاتكم على الفيديو الاخير او الفيديوهات الاخيره كلها. والله شكرا بجد. انا حاليا في جزر مالطا. دوله مالطا عباره عن جزر نعرف كل حاجه عنها وخصوصا ان عدى عليها اجدادنا وحبايبنا العرب المسلمين اللي جم فتحوها وما زال اثرهم الى الان موجود وخصوصا في اللغه. ده كله هنعرفه مع بعض في الفيديو النهارده ان شاء الله. نصيحه تابع الفيديو الاخر تشوف حاجات حلوه قوي قوي قوي. جاهزين؟ لو جاهزين يلا بينا توكلنا على الله. دولة مالطا يا جماعة عبارة عن جزر في البحر الأبيض المتوسط. الدولة جغرافيا تابعة لأفريقيا ولكن سياسيا تابعة لأوروبا. زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات لما كنا في جزيرة صقلية وإزاي إن الإسلام دخل جزيرة صقلية. بعد دخول الإسلام صقلية جم المسلمين على جزيرة مالطا لأنها قريبة جدا المسافة عن طريق الأغالبة اللي هم كانوا حاكمين تونس. هم اللي كانوا برضو حاكمين في صقلية جم من صقلية وجم على مالطا وسموها إمارة مالطا الإسلامية تبع لصقلية. وفضل حكم المسلمين هنا في الجزيرة يا جماعة ما يقرب من 250 ل 380 سنة يعني قرب 3 قرون. وبعد سقوط الأندلس طبعا سقطت صقلية وبعدها سقطت مالطا طبعا على طول. بعدها حاول الفرنسيين ان هم يحتلوها حتى ان نابليون وهو كان رايح يفتح مصر بالصدفة هو ماشي في المراكب عشان يوصل اسكندرية عدى على ايه؟ عدى على جزيرة مالطا اللي انا فيها حاليا فاخدها. اخدها معاه بالمره مع انه ما كانش ناوي اصلا ان هو يحتلها فاخد جزيره مالطا وكمل لغايه لما وصل مصر. بعد الفرنسيين جم بعد كده البريطانيين والبريطانيين دول ولاد لذينة. كتير من العالم لما بيجي يحتل منطقه ما بيعرفش يثبت فيها الا البريطانيين فظاع. احتلوا جزيره مالطا يا جماعه وحولوها لمستعمره عسكريه وغيروا في البلد حاجات كتير. شايفين ده؟ ايوه. اول ما بتشوفوا التليفون ده على طول بريطانيا. التليفون البريطاني طبعا هو مفروض ان هو كان في تليفون هنا حتى ان الكيبل مازال موجود بس خلاص هو ده. فضلت محتلية مالطا لغاية لما مالطا اعلنت استقلالها عام 1964 ميلادية وبقت حكم ذاتي واصبحت مالطا دولة اسمها مالطا لا تنتمي الى اي شيء لغاية في 2004 دخلت الاتحاد الاوروبي. حتى ان القيادة يا جماعة من اليمين زي بريطانيا كله بيسوق من اليمين. يا مين؟ هاي برو. You taking video of my social? Yeah. Yeah. You're from here? Yes, yes. Really? Yeah, yeah. Oh, بص يا جماعة الشاب ده من عايش هنا. Hello. كيفك أنت؟ Yeah, good. طيب طيب. طيب طيب. Yes. أنا أحكي مالتي. أيوة. أنت ممكن تعد من 1 إلى 10؟ أيوة. وعد قول. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، و10. Yeah. طب ايام الاسبوع السبت الحد اثنين ثلاثة الاربعاء خميس والجمعة. The same in Arabic. Yeah, as a because Maltese yeah. has a lots of from Arabic and Italian. Yeah. It is a combination of two languages. كيف الجو في مالطا؟ حلو؟ ايوه مالطا حلوة؟ ايوه حفنة 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 يعني حلوة. ايوه وفي الصيف كنا حفنة سخانة اما حفنة سخان. ايوه في الصيف حفنة سخان يعني سخنة جدا يعني لا. حر سو هوت. ايوه يس يس يس. طيب انا اسالك بالانجليزي انت تقول لي معناها بالمالتي. ايوه يعني جود مورنينج بالمالتي. صباح الخير. صباح الخير. جود ايفنينج. ليله طيب. ليله طيبه. ايوه. هاو ار يو؟ كيف انت؟ هاف ا نايس داي.
الجورناتا الطيبة. جورناتا الطيبة، ليلة طيبة يعني. My name is ين، يسمني بافل. Good health. صحة. How much is this؟ كم يسوى هذا؟ كم يسوى؟ Where is؟ فينو. فينو. Colors like الألوان. أحمر، أصفر، روزا، أخضر، كانيلا، أسود. I forget. نسيت. money money. Flows. Flows flows flows. open or and close. افتح ولا لا اغلق. افتح اغلق. man راجل. woman مرا. مرا حلوة. The same in Arabic. نفس العربي بالضبط. Yes, yeah, يعني yeah. انت عربي، انت عربي. Vero. انت عربي، انت blood، انت blood، blood عربي. مالتي. انت في الدم عربي. اي انا في عربي، احنا في الدم. انت أيوه. في الدم عربي صح. شفت التشابه الرهيب ما بين اللغتين؟ حرفيا عربي. Thanks man. Appreciate. Thank you. ليلة طيبة. بس المنطقة دي يا جماعة اسمها مرسى شلوك. جاية من مرسى. مرسى السفن. كلمة عربية برضو. زي ما انتم شايفين كل السفن راسية هنا. ما شاء الله يا جماعة لون المية ونظافة المية. هو ده البحر الأبيض المتوسط يا جماعة وجماله. ده بقى السوق الشعبي اللي موجود دايما جنب المرسى على طول. المرسى هنا وده السوق الشعبي. أكتر الأكسنت اللي هتسمعها البريطانية. هنا في بريطانيين كتير ما زالوا محتلين الجزيرة برضه، ما سابوهاش. كيفك؟ طيب طيب. كم تساوي؟ خمسة ونص. خمسة ونص. هنا العملة باليورو طبعا. اثنين؟ اثنين خمستاش. اثنين خمستاش. واحد ثمانية. واحد ثمانية. ايه. في الملابس مكتوب فوق ايش؟ مدينة، شاشلوك، مليها، سليمة، فاليتا. كلها اسماء عربية. ايه. هو ده علم مالطا يا جماعة. أكتر مدينة بتبيع سمك، بيصطادوا سمك. داك سعيد، وباكينو يجوا هناك يغسلوا هوايج. يغسلوا هوايج يعني هدوم؟ يغسلوا هوايج واش قبل 100 سنة لو ما كانش واشين ماشين. قبل 100 سنه ما كانش في مكنه اللي تغسل الملابس. تزت تزت تزت. وهناك دك المهلو جاي من تحت الارض. تحت الارض ايوه. جاي من هنا ويبقى سيارة جوا البحر وينزل على البحر. دك حوت سعيد. حوت. سعيد حوت بالشبكه يغسلوا الشبكه هناك. ايوه كده من جديد. الشبكه. كلمه حوت بالمالطي يعني سمك. ايوه تمام. انا من مصر. ايجيبت. ايجيبت اوكي. ذير از ا لوت اوف ايجيبت هير. كثير مصري. سيدة. سياد. 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 هنا. هناك. كل سيدة ايجيبت. قال لك مصريين كثير. شكرا. يقول لي في مصريين هنا كثير بيصطادوا. شرم الشيخ. مرتين. 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 ايه تمام. راح مرتين شرم الشيخ. سوبر شرم الشيخ. مالطا كويس ولا شرم الشيخ كويس؟ ايوه. اثنين هما. اثنين كويس. ايوه. لجيتو كويسة. ومالتا كويس تمام. اجابة جراتسي. اجابة دبلوماسية. انت تصطاد سمك؟ اي. اسمه ايه سمك حوت؟ اسمه شو اسمه؟ شو اسمه؟ ديلوريا دولا. يعني بيقولوا له بيقولوا له يا دولوريا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. مصري؟ مصري من السويس. اهلا وسهلا. الله يكرمك. من دمياط ما شاء الله. ده بتشحن بيه ال ده بناخد منه كهرباء ومية. كهرباء ومية؟ ايوه. ما شاء الله. ما شاء الله. هاي جايز يا عم. بقول لك من السويس يا راجل. بوظ اللقطه خالص. يا عم اشرب قهوه. عامل ايه؟ ينفع نيجي نسلم عليكم؟ يا سلام على اخواتي. على مصراويه وتستاذن. اوب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيك يا رجاله؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ ولك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عم؟ الله يكرمك. السلام عليكم. ازيك يا عم؟ وبركاته. كل سنه وانتم بخير. صيادين هنا؟ الله يكرمك. الله يكرمك. الله يعزك. الله يعزك. انتوا بقى شغالين في الصيد من زمان؟ الرئيس طبعا ضميت احنا ما شاء الله. هو ايه اخبار السمك؟ في سمك كويس؟ بنشتري احنا التونة. التونة. التونة مشهورة فين في البحر المتوسط؟ احنا بالذات في مالطا. بالذات في مالطا. التونة مثلا بنشوفها في البحر ماشي؟ تمام. بعد كده بنفضل ناكلها بنلملها سردين ومش عارف ناكل لغايه ما التونة تلبخ. بعد كده بنجيب الشبكة نحوط عليها بالشبكة. تمام. بعد ما نجيبها بالشبكة بنجيب اقفاص. ممتاز. نحطها مع الشبكة مع القفص ونعديها حية. وبعد كده نقطرها ونجيبها لغايه هنا.
تقطروها اللي هو يعني تقرب واحده واحده كده تشدها اه تشدوها يعني بتمشي مركب بيمشي واحده واحده بيها ممتاز لغايه ما نجيبها هنا في القفاص نفضل ناكلها 3 شهور ممتاز عشان نغير الكرور بتاعها لان هم في اليابان يحبوا فيها زيت اه تقومها بتاكلها سردين سردين عشان السردين بيعمل لها زيت فعلا وبعد كده بنبدا نطلعها بقى نقتلها بقى بتلعب بخطوشه تضربها في دماغها في حته معينه في الدماغ سبحان الله بعد كده بيطلعوها بقى بيبقى في بابور واقف كبير نطلع السمك ده فوق البابور كبير وبقى يفليها العظم الوحيده والدماغ الوحيده ويخزنها بقى بعد كده بقى يشحنها تصدره للعالم كله لليابان لليابان اكثر دوله تاخدها اليابان فعلا لان غاليه يا غاليه طب ايه اخباركم مع اللغه المالطيه؟ احنا انا بقالي 21 سنه في البلد دي هل محتاجه 21 سنه عشان تتعلم المالطيه ولا لا 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 مش محتاجه سنه 50% استفدت 50% عربي هنا المالطي ملخبط انجليزي على ايطالي على صعيدي بيقول على ايطالي على صعيدي انت عارف الناس الهطل اللي عندنا في بلدنا هو نفس اللغه المالطيه فعلا حط كلمات جنب بعض صح تعوج بقك بقى مالطي اهو بس ناخد بقى يا جماعه رحله كده ونوريكم الجزيره نلف حوالين الجزيره ونشوف عامله ازاي نتكلم بالمالطية بالانجليزي نتكلم بالمالطية بالمالطية مش فاهم نف واو ايش ايوه بتشب شيء ايوه اللوم 10 10 التور طويل ايوه 5 ده التور ازاي 5 هذا تور صغير ايه ازاي و10 و10 التور الكبير مالا ده 20 مينيتس كل احكي مالطي 20 مينوتا وده سيا اوف سيا 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 15 مينوت ساعة ساعة و15 ساعة يعني ساعة ساعة 15 مالا ده هيك المورية وبالفريقاتينا هالديك مع جروب مع جروب مش شخص واحد جروب جروب في الفريقاتينا تكون 9 9 وفي اللوتسو تكون 12 11 12 اتفقنا حرفيا نتكلم مالتي كل حاجة فهمناها انت لو عندك اكسن مصري نتكلم مالتي لو قعدت سنة 6 شهور تتعلم المالتي تتعلم المالتي يلا بينا وبدأنا التحرك يا شباب مية سبحان الله جميلة جدا اهي دي بقى يا جماعة احواض سمك التونة اللي الصياد اتكلم عليها يعني نزلت الكاميرا هتشوفوا سمك تونة جوه بيفضل سمك التونه يتغذى هنا لمده 3 شهور الاحواض دي مالطا يا جماعه عندها ميناء استراتيجيه جدا لان موجوده في نص البحر المتوسط واغلب المراكب طبعا بتيجي هنا زي استراحات وبضاعه من افريقيا لاوروبا فموقعها استراتيجي حتى ان في مقوله بتقول من يحكم مالطا حكم البحر المتوسط ادي الله ام عاش دولة مالطا يا جماعة عبارة عن 7 جزر 3 بس اللي فيهم حياة وبقية الجزر يعني يا إما موقع عسكري يا إما فاضي زي ما انتم شايفين اللي ورا ده الصخرة دي يا جماعة اسمها صخرة الشباك الشباك معمول زي الشباك سبحان الله طبيعي بصوا بقى المنظر يا سلام الناس بتيجي هنا مراكب تركن وينزلوا يعوموا الجو هنا تحفة ايه رجال عاملين ايه؟ كفر الشيخ ولا دمياط؟ لا دمياط اوبا بقى اخبارك انت بقى؟ كله تمام والله الحمد لله بيتكلموا مصري والله ايوه نص ونص صح نص مصري على حتة طليان على حتة انجليزي ايوه يعني هو عدى عليك عشان ياخد سيجارتين ويمشي؟ مش راجل ده مرة. والله والله واحدة ايوه يعني عدت عليك عشان تاخد سيجارتين وتمشي وكافيه وكافيه يا رايقة كتير عايش والله مش ناقصك اي حاجة ولا حاجة الله يكرمك حبيبي الله يكرمك على راسي عندك لايطة ولا قلت عندي انا ناولي لك انت تسام لا عادي احسب القطر كويس لا 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 يلا نخليكم سلام سلام يا غال خلاص كده انتهت رحلتنا داخلين على المدينة وراجعين بس يا جماعة سبحان الله بصوا منظر المدينة واحنا داخلين عليها كده ولون المية تحفة شجر النخلة اللي مزين المدينة ولونها يا سلام
كيفك؟ كيفك؟ طيبة. طيبة. طيبة الحمد لله. الحمد لله. Wait. Go inside. تعال تعال. أنت عايشة هنا؟ عايشة هنا. عايشة هنا. لغة مالطية عربية. عربية سريور سوري تونس شف. ليبيا أجدتو كله أدرية كلش كله دورة. خدت بالكم يا جماعة كل الكلمات عربية كله عربي كله عربي تونسية تونيزي ليبيا أجدتو سندرية اسكندرية اسكندرية مصر أنا من مصر صديقي من السودان السودان أوكي مصري مصري بريما بريما طيب كويس طيب كويس ايه ريكارديان ايه ريكارديان بيرفكتو مية حرفين بتتكلم عربي كل عربي كل تنزية ليبيا انت لما تيجي هنا هتزبط امورك مش محتاج تتعلم لغة مالتا كويس مالتا هنينة مالتا طيبة مالتا كويس مالتا كلش كيفك طيب الحمد لله الحمد لله سلام شالله بركة ليك انا حاليا بقى يا جماعه في مدينه اسمها إليمدينا بالظبط كده هي المدينه اسمها إليمدينا بالعربي فواضح مش اللي فتحها بقى اللي اسسها العرب والمسلمين هم اللي اسسوا المدينه دي يا جماعه وعملوها زي حصن ليهم ما زال الى الان اسمها بالعربي إليمدينا وما زال الحصن ده موجود حرفيا انت هتشوفها عباره عن مدينه ومحاطه بسور وكانت معقل للمسلمين وهي آخر معقل وحصن للمسلمين يسقط بعد سقوط الأندلس وبعد سقوط صقلية وبعد سقوط إمارة مالطا الإسلامية هي دي آخر مدينة بعد حصار شديد سقطت مدينة جميلة جدا تحس إنك ماشي كده تخيلوا يا جماعة العرب والمسلمين هم اللي إيه هم اللي أسسوا الجمال ده شايفين البلكونات تحفة ترى مين كان واقف هنا والأذان كان يقام هنا ويسمعوا الأذان وينزلوا يصلوا يا سلام اهو ده يا جماعه بقى السور اللي بيحوط كل المدينه زي ما انتم شايفين كده ودي البوابه اللي بيدخلوا منها المدينه وبيخرجوا منها اهي دي البوابه يا جماعه مازال المدينه زي ما هي من ايام العرب والمسلمين بشبابكها بلكوناتها بحديدها كل شيء في هنا ناس ساكنين هنا في المدينه دي في البيوت دي انتوا متخيلين يعني بيوت المسلمين والعرب اتخذت ومين بقى اللي واخدها اثرياء القوم الاثرياء بتوع مالطا بتوع دوله مالطا حوالي 400 شخص بس وهي تعتبر اصغر عدد سكان في العالم في شعر كده استحضرته دلوقتي بيقول لك ايه ليست اندلسا واحده فلكم ضيعنا اندلسا اي والله تخيلوا البيت ده حاليا بتاع واحد وراكن عربيته هناك اهي وهو اللي عايش هنا طول ما انت ماشي بقى في المدينه دي عباره عن زقاقات صغيره جدا وبيوت فخمه قوي ومازال حتى الشوارع مكتوب اسمها تحفه الطبيعي ان الناس بيكون عندها بلكونه للبيت لكن المسلمين والعرب اللي كانوا هنا كان عندهم بلكونه للمدينه اللي هم عايشين فيها اهي دي انا حاليا طالع على البلكونه بص بقى البلكونه بتطل على ايه يا سلام انتوا متخيلين حرفيا شايفين كل المدينه بص حجم السور اللي كان الحصن اللي كانوا عاملينه داير ما يدور على المدينه من اللمسات الجميله بقى وجود شجره الزيتون دي اهي الشجره دي بقى عاشت وشافت وحضرت كل حاجة وشهد على كل حاجة منظر البيت are so cute guys طبعا مدينة بالحسن والجمال ده فالمدينة دي كانت عاصمة إمارة مالطا الإسلامية وقت حكم العرب والمسلمين بصوا ده بيت ولي رقمها 20 ولما بتيجي بوست ولا حاجة بيحطوله هنا كده والجرس كل حاجة أثرياء القوم ده نفس الكلام برضو بيت قديم بس مش مهتم بيه رقم 22 اهو لما يجيله بوست ولا حاجة بينزله من هنا كده
بالمناسبة يا جماعة مش بس المدينة دي اللي اسمها بالعربي، في مدن كتيرة زي مثلا مرسى ومليحة والرباط، والمناسبة الرباط دي عاصمة واحدة من الجزر بتاعت مالطا. البلكونة دي بقى موجودة عندنا منها في مصر كتير نفس الستايل ده، تخيلوا البيت زي ما هو. سبحانك يا رب، يا سلام. الشوارع بقى كلها كده يا جماعة زي ما انتم شايفين، ضيقة والبيوت في وش بعض، يعني حاجة تحفة زي معسكر جبلية كده مع اختلاف الرتب طبعا. هو دول سكان المدينة بقى، ايه هم بيخرجوا ويدخلوا عادي بعربياتهم، غيرهم مش مسموح لهم. وده الباب اللي بيتقفل بالليل، بيقفلوا الباب ده تماما كده بعد الساعة 7. المدينة كلها مغلق عليها لوه، لو انت جوه تحس ان كده الشوارع بحكم ان الشوارع ضيقه وكده مش عارف تتنفس. فعملوا ايه بقى المسلمين وقتها؟ عملوا جنينه للمدينه، بس برضو محاطه بسور عشان ايه؟ تامينا وكده. زي ما انتم شايفين ده اصلا سور المدينه، ولكن عملوا جنينه هنا ليهم الناس عشان ايه؟ وده سور الجنينه الحديقه. يا سلام، شغل فاخر من الاخر اهو. مش سلام على الجمال. من اكتر الجاليات اللي موجوده هنا العربيه الجاليه الليبيه، حتى ان المالطيين بيحبوا الليبيين جدا. المسجد ده يا جماعه مسجد اللي بناه القذافي وعمل جنبها مدرسه، مدرسه ابتدائيه. اغلب الجاليه العربيه بيجيبوا اولادهم هنا، ومع الوقت وسعوا قطعه الارض وعملوا مقبره للمسلمين هنا. اهي المقبره الاسلاميه بمالطا. هي دي. بسم الله، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. يا جماعه وانا في المسجد قابلنا مدير المدرسه، ما شاء الله حاجه فخامه خالص. اهلا وسهلا، مرحبا. الله يعينك. فهذه المدرسه هي المدرسه الوحيده الاسلاميه بمالطا، تعلم التربيه الاسلاميه واللغه العربيه من اجل الحفاظ على الهويه الثقافيه لاولاد المسلمين في مالطا. طبعا المدرسه مفتوحه للمسلمين ولغير المسلمين. تفاجئنا يعني بانه هناك سيده نصرانيه قالت انا نصرانيه وولدي نصراني، لكن انا اخاف على ولدي وعلى عقيدته ومستقبله وتوجهاته، لذلك أنا يعني أتيت به لهذه المدرسة من أجل الحفاظ على هذه القيم الفضيلة. ونحن طبعا رحبنا ونرحب به وبمن سواه، وحقيقة كنا نتطلع لذلك. دلوقتي يا جماعة في لفتة جميلة قوي هنا، الطلاب بتوع المدرسة بينزلوا على المسجد وبيعلموهم كيفية الصلاة. المدرسة هنا يا جماعة ما شاء الله بتجيب الطلاب عشان تعلمهم ازاي يصلوا. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي. الله اكبر. ربي اغفر لي وارزقني وعافني واهدني، ربي اغفر لي وارزقني وعافني واهدني. الله اكبر.
العفاف سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي. تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله كيف حالك؟ تقبل الله حمزة خلاص نو تقبل الله تقبل الله ما شاء الله بارك الله الله يجزيك خير بارك الله فيك الله يجزيك خير باركيك يا رب. نائب إمام المسجد نائب إمام مسجد مركز سلامة إيه أخبار اللي فيه مسلمين فيه يعني الحمد لله دخول الإسلام بكثرة في مالطا ولله الحمد منا من متعدد الجنسيات من جميع الجنسيات الأوروبية في إقبال كبير على الإسلام وخاصة الآن في الفترة الأخيرة بعد أحداث غزة والله العظيم بفضل الله منا بعد أحداث غزة الأخيرة دخول الإسلام بشكل ما شاء الله يعني سبحانك الحمد لله يعني لا يمر أسبوع إلا ما تجد شخص شخصين ثلاثة فعلا يدخل الإسلام إيه يعني يقول لك من الرجال من الرجال والنساء إيه يقول لك إيه مثلا والله يقولوا أعجبوا بال بصبر وثبات الشعب الفلسطيني ما شاء الله وفعلا هذا أظهر أنه هذا هو الإسلام الصحيح يعني سبحانك إيه الحمد لله ملطيين ملطين وغير ملطين حتى جانب إيه. جانب إيه حتى جانب بتعملهم شهادات إسلام نعم شهادة إسلام هي عندي شهادة إسلام زي هذه شهادة إسلام كذا كذا رسمية بالعربي بالإنجليزي جنسيته أو شخص جنسيته مولود في مدينة كذا إنه يوم الجمعة أعلن إسلام يا شاء الله شهادة العربي والإنجليزي هذه في حالة إنه هو مشي الحج أو العمرة يقدمها غادي خاصة الحج يقدمها السفارة يعطونا طبعا احنا نديروا فيها هذه معها صوره شخصيه هنا يكون عليها ختم الاداره فوق وختم تحت ما شاء الله وتوقيع نائب الامام او الامام والمهتدي الجديد المهتديه سبحانك ايه الحمد لله رب العالمين. بصوا يا جماعه السلم ده تمام بصوا بقى بيت يعني الحيطة بتاعت السلم عبارة عن بيت زي ما انتم شايفين منظر الجميل ده البلكونة دي تمام تحفة وهنا البحر. حاليا هنروح تاني أكبر جزيرة هنا في دولة مالطا هنروح المركب دي. انا جاي الجزيره هنا مخصوص عشان حاجه واحده بس في حاجه فضلت لواحده عربيه اسمها ميمونه ومكتوبه بالعربي وموجوده في متحف فالمفروض اروح اشوفها موجوده ولا لا. المهم يا جماعه اللي انا جاي عشانها مخصوص الجزيره هنا موجوده داخل المتحف اللي ورايا ده تعالى ادخل اوريكم. هو الحجر ده يا جماعه اللي انا جاي مخصوص عشانه زي ما انتم شايفين اصلا مكتوب بالعربي بقول لك ان عربيك توم بستون. الحجر ده كان موجود على قبر فتاة اسمها ميمونة كانت عايشة هنا في الجزيرة مكتوب بقى بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى الأبد الله عظيم وأبدي وقد قضى أن تموت مخلوقاته وقد شهد على هذا نبي الله. هذا هو قبر ميمونة بنت حسان ابن علي الهذلي الملقب بابن السوسي توفيت رحمها الله يوم الخميس 16 من شعبان عام 569 معلنة أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له. انظر حولك هل يوجد شيء أبدي على الأرض؟ هل يوجد شيء يصد الموت أو يمنعه؟ سلبني الموت من القصر وللأسف لم تستطع الأبواب أن تنقذني. واضح أن هي كانت أميرة وكانت عايشة هنا في الجزيرة. كل ما فعلته في حياتي سيبقى وسأحاسب عليه. يا من ينظر إلى هذا القبر لقد تحلل جسدي داخله واستقر الغبار على عيني على أريكتي في مسكني لا يوجد شيء سوى البكاء. وماذا سيحدث عند قيامتي عندما أكون أمام خالقي؟ كن حكيما وتب. تخيل ده اللي مكتوب هنا كن حكيما وتب وتب إلى الله. سبحان الله عز المساخ. طبعا في اثار تانية ولكن ده اللي انا جاي عشانه. اسلاميك توم ات سابينا سكوير ده يثبت ان هنا في مسلمين وعرب عايشين في الجزيره قبل ما يجوا النورمان ويطردوهم من الجزيره. نكمل الرحله بتاعنا. البلد هنا المناظر فيها سبحانك يا رب جميلة جدا. بصوا
في زي جنينه كده موجود فيها بلكونه، الناس كلها بتقف على البلكونه دي تشوف المنظر. شايفين الجزيره دي يا جماعه؟ دي منطقه هنا في مالطا اسمها ايه بقى الجزيره دي؟ اسمها جزيره بالعربي، ما زال اسمها بالعربي من ايام المسلمين والعرب، جزيره الجزيره. وبكده يا جماعه نكون وصلنا الى نهايه الفيديو في مالطا. في مثل مشهور قوي عندهم هنا بيقول لك ايه، مالطا حنينه خبزه وسردينه، بسبب شهره التونه هنا عندهم زي ما شفنا في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بيه. من العاصمه فاليتا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي في دوله جديده. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، بجد هكون مبسوط لان بحب اقرا كومنتاتكم. مع السلامه ان شاء الله في دوله جديده في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.